يلا ايه ده؟ مفاجآت مفاجآت التسلق. انا مش عارف. لا سقا انت هتاخد المزلاج الازرق. طب ايه التكنيك بتاعها؟ هقولكم انا هشرح لكم. امال انا هسيبكم لوحدكم كده؟ اوكي. اولا عندنا مزلاجين احمر والازرق. هتقعدوا عليهم. نقعد عليهم؟ ايوه نقعد. عم عمرو وهنحاول. انا هروح شايفين الخطوط اللي هناك دي بعيده. إيه انا همشي. طب نعمل ايه يعني؟ نزحلق برجلينا كده؟ ايه عضلات الرجلين وعضلات البطن. هتحاولوا من غير ما تحطوا رجليكم على الارض. ما ينفعش حد يحط رجله على الارض. تمام. هو اللي بعملها اهو. تمام. اوكي انا همشي لهنيك عند خط النهايه معايا الصفاره، واللي هيوقع ويحط رجله على الارض هيعيد تاني. تمام. ما تتعبونيش. تمام. يلا جاهزين؟ ان شاء الله. مفيش رجلين على الارض. حاسه عيد؟ واحد اتنين تلاته. لا دي صعبه قوي. جمهور يلا همشوا معنا. ازاي بتعملها يا عم؟ ازاي؟ تي 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 عمرو. واخيرا هيخسر. واخيرا هيخسر. برافو عمور. انتبه اجريك ما يجوا على الارض رجليك. يلا سقا يلا سقا يلا سقا. معلش يا عمرو احنا فتنس وجيم ورياضه وطاقه وشباب وحيويه. برافو قربت. ما حدش يحط رجليه على الارض. عموره يلا قربت. مستنياك هنا بالورد والفل وياسمين. ممكن تستخدم ايديك لو بدك. اذا بدك يعني اكتر. لا هي من غير ايدين. ممكن تحطهم ورا اذا بدك وهو شغال. عموره قربت. في مكسب. نقط. احمد سقا مش قادر. ليه مش قادر والله؟ سقا سقا عمورة انت قربت. يلا عمورة هات ايدك. عمورة هتروح تقرر تاني. يلا حرام عليك. ويتقدم عمرو من خط النهايه وسيصفر الحكم. ايوه اوعى تحط اجرك على الارض. ها اوعى. برافو. عمرو برافو برافو. فرحان يعطيك العافيه. فرحان فرحان. يا لهوي انا عضلاتي الاماميه يعني كل عافية. طبعا لا هي لعبه صعبه كتير كتير كتير. تكاد ان تكون صعبه وتبين صعبه. لا صعبه. برافو عليك الاربع نقط. برافو عمرو. برافو. ايوه كده ربيع رزق رجع تاني. رجاله. طبعا احمد لا صار سكور. لا بصي 10 10. الله اكبر عليك.